تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن هي ساعة إذاعية نتمنى يعني من خلال هذه الساعة نحقق يعني الهدف اللي نسعى له دائما، وهو تعزيز نمط الحياة الصحي لدى الجميع. وطبعا هذا الأمر اللي بينعكس إن شاء الله على رقي الخدمات الصحية في الدولة، وأيضا بيساهم كذلك في الحفاظ على صحتنا. أرقام التواصل 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006-4006. وأيضا موجودين لايف عبر حساب نور دبي. عموما أبغي بس أنوه إلى مسألة أن اليوم عاطينا الجماعة في مستشفى دبي إعلان نبغي نذكره. الإعلان يقول أن نظرا لقيام المستشفى ببعض المشاريع الإنشائية التوسعية داخل حرم المستشفى واللي تتضمن مبنى للعيادات الخارجية ومبنى مواقف متعددة الطوابق، وسعيا من المستشفى للتسهيل على المرضى والمراجعين ولتأمين سبل الراحة لهم، قامت إدارة المستشفى بتخصيص بعض الأماكن البديلة كمواقف للسيارات. هني الإدارة إدارة المستشفى تقول يعني تبغي التعاون وسعة الصدر من الجميع لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات اللي إن شاء الله بتعود بالنفع الكبير مستقبلا. إذن المشروع أن في عيادات خارجية زايد مبنى مواقف متعدد الطوابق يسوونه في مستشفى دبي، وكان هذا أيضا بعد يعني بناء على طلب الكثير من المراجعين. فجزاكم الله خير اللي يراجع مستشفى دبي، نتمنى انه يعني يطول باله على الجماعة اذا لا سمح الله صار يعني في اي تأخير او كذا. طيب ما ناخذ فقرتنا التغذوية. معانا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير اختي فاطمة. الله يصبحكم بالنور والسرور ان شاء الله يا رب. نحن اليوم محتفلين لان عندنا عزيز ما شاء الله رجع يداوم. انت تعرفين عزيز طبعا، عزيز اللي يسوي لنا قهوة، فيا داوم مع اليوم العالمي للقهوة. وبما أن نحن نتحدث عن اليوم العالمي للقهوة نحن موضوع مختلف تماما، ولكن ما يمنع أنه إذا بتعطينا بس شي فكرة سريعة عن فوائد القهوة وأهمية القهوة في حياة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقهوة هيك يعني شرب القهوة أول شيء أغلب الناس يحبونها خاصة فترة الصباح، مش عشان تنشطهم بس،
هيك شعور بالراحة، شعور مثلا إحساس بأن مثلا الاكتئاب يعني يبتعد عنه أو يقل من القلق من عندهم. فتلقى أغلب الناس أول ما يبتدون بالقهوة بسبب خفض نسبة الاكتئاب عندهم، حتى لاحظوا أن بعض الدراسات في أمريكا تقريبا صارت على تقريبا 50,000 من يعني الحريم أن نسبة الاكتئاب عندهم قلت بسبب وجود مادة هي اللي تقلل من نسبة الاكتئاب عند الشخص. أيضا لأن فيها مواد مؤكسدة، هاي المواد المؤكسدة ترفع من مستوى مضادات الأكسدة عند الأشخاص هذه، وبالتالي حمايتهم. أيضا بالنسبة للأوعية الدموية للقلب خاصة تساعد على تدفق جريان الدم في الجسم، وبالتالي تلقى الشخص يعني غير معرض لأمراض القلب. في مرضى عندنا اللي هو مرضى السكر اللي هو خاصة النوع الثاني، نعم. أغلبيتهم ممكن أنهم يستفيدون من هذه القهوة بسبب أنه وجود بعض الأنزيمات اللي تساعد على أن تنشط البنكرياس، وبالتالي مستوى تدفق الأنسولين في جسم الإنسان يكون في مستوى الطبيعي. ممتاز. هذا تقريبا بالنسبة للقهوة كفوائد. جميل. أنا نحن موضوعنا الرئيسي اليوم تغذية الأطفال في مرحلة الفطام، هي. ففقرتنا بتكون على عن هذا الموضوع. تفضلي أختي فاطمة. كلنا عارفين أن مثلا التغذية أصلا بشكل عام في حياة الطفل أو الرضيع يحتاج كميات كافية من الأطعمة المغذية اللي تدعم في نموه السريع، بس ما معناته ان الفطام ان انا اوقف الحليب تماما او حليب الام عن الطفل، لان حليب الام له فوائد وايد ممتازه اللي هي ترفع من مقاومه الامراض للطفل، يعني الطفل الرضيع بيقاوم هاي الامراض اللي بتصيبه خلال فتره السنتين الاولى. فبالتالي دائما ننصح الامهات ان يستمرون على الرضاعه الطبيعيه في هالفتره مع وجود بعض الوجبات البسيطه اللي هي الأم لازم تبتدي فيها من عقب ال6 شهور. طبعا بعد 6 شهور احنا دائما نركز عليها، لأن صار عندنا حالات كثير من الأطفال يكون عندهم حساسية من بعض الأطعمة إذا دخلوا الأكل قبل عمر ال6 شهور، لأن بعد الجهاز الهضمي يكون غير مكتمل تماما. فبالتالي احنا دائما ننصح الأم أن تبتدي بالأكل بعد 6 شهور، أو إذا كان عندهم تاريخ عائلي لبعض تحسس الأطعمة في مثلا كتاريخ عائلي يفضل بعد 6 شهور. طيب شو الأطعمة اللي ممكن أن الطفل ياخذها خلال الفترة الأولى من حياته؟ اللي الأطعمة الخفيفة احنا نسميها أو سهلة اللي هو الهضم نعم. عشان ما تأثر فيه، ومن ضمنها مثلا بعض الأرز، ممكن يكون الموز كفواكه، عندنا مثلا التفاح المهروس أو الكمثرى المهروسة، البطاطس. بين هاي الوجبات تكون لازم حليب الأم كوجبة، احنا نعتبرها كأنه وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية. أهم شيء بالنسبة للأم لازم تنظم التوقيت اللي هو توقيت الوجبات الأساسية هذه، عشان الطفل بعدين يتعود على الوجبات الطبيعية اللي تكون بينه كعائلة، مثلا وجبة الريوق والغداء والعشاء تكون في أوقات معينة. أيضا الأم لما تبتدي بالأكل تبتدي بكميات بسيطة ما بين ملعقة لملعقتين، لأن الطفل بعد تكون معدته مش متعود عليها، وتشوف إذا خلال 3 أيام عنده أي نوع من التحسس صار مثل الطفح أو ترجيع أو إسهال لا سمح الله. هاي أشياء كلها تسبب يعني كأن بعض العلامات تشير أن الطفل ممكن يكون تحسس من الأطعمة، وهذا ممتاز اللي أقدر أقولكم إياه ممتاز. حاليا. نحن شاكرين لك أستاذة فاطمة الخروصي، ما قصرتي على المعلومات الجميلة هذه، الله ونقول يسلمك، لك كل عام وانت بخير بمناسبة القهوة. أشوف لنا اليوم وايد زايد الكوفي اليوم من أول الصف، ترى هو بيكون من أحسن يوم العالمي القهوة. زين، نحن بعد الواحد يقول دائما لا إفراط ولا تفريط، طبعا الواحد يشرب طبعا، باعتدال. لا شاكرين لك طبعا، اختي فاطمة الخروصة، أخصائية التغذية في هيئة الصحة حياكم بدبي. الله، شكرا جزيلا حياكم. مستمعينا، ما ناخذ فاصل، بعد الفاصل نتواصل معاكم، عندنا العديد من المواضيع، وأيضا ما نحتفي معاكم بيوم المسن العالمي من خلال هذه الحلقة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
سعد الله اوقاتكم بكل خير. عاد سامحني ناصر، طلعت حلو، انا مو منتبه. زين رياك ترفع الفيلدر ومو منتبه ان الليت لبق. سامحوني يا جماعه الخير، اليوم شوي ما ادري المخ يمكن ضارب عشان ما شربنا قهوه زينه لين الحين، يمكن. عموما حياكم الله معانا مستمعينا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414، وعن طريق الرسالة النصية على 4006. يقولك ليش اللي يبى يعمل حمية يطلبوا منه يشرب قهوة؟ ما مو بشرط، مو بشرط. ما أدري هذا الاعتقاد يعني ليش. أخوكم أبو زايد، السلام عليكم، يرجى التواصل. شوفي ميرا، أبو زايد يبغينا نتواصل معه. أيضا معانا عادل، صبحك الله بالخير أخوي عادل. عادل معانا ولا؟ عادل تسمعنا؟ يمكن اسمه مو بعادل. عادل اسمه؟ عادل. شوف ناصر تحت الهواء، لأنه شوف الخط ما بقابض معانا. زين نذكر بس بالإعلان اللي جاء من قبل مستشفى دبي. يقول لك نظرا لقيام المستشفى ببعض المشاريع الإنشائية التوسعية داخل حرم المستشفى، واللي تتضمن مبنى للعيادات الخارجية ومبنى مواقف متعددة الطوابق، وسعيا من إدارة المستشفى للتسهيل على المرضى والمراجعين وتأمين سبل الراحة لهم، قامت إدارة المستشفى بتخصيص بعض الأماكن البديلة كمواقف للسيارات. لذا نرجو التعاون وسعة الصدر من الجميع لحين انتهاء أعمال الإنشاءات، اللي إن شاء الله بتعود بالنفع الكبير مستقبلا على الجميع. فهذا بس إدارة المستشفى يناشدونكم مستمعينا، جمهورنا، زوار مستشفى دبي، لي يعني يطولون بالهم شوية في موضوع أنه يعني يتعاونون مع الإدارة بهذا الشكل. عادل معانا؟ زين، وبتشوفي لي دكتور محمد الرضا بعد عشان نبغي يكلمنا عن موضوع مهم. صباحك الله بالخير عادل. صباح الخير أخوي. يا هلا، تفضل يا سيدي. أخوي في خصوص نفس الموضوع اللي تكلمون عليه، موضوع اللي مهم وموضوع الساعة، خصوص أنك بناء على رأية الأخيرة على أساس نسبة السمنة لدى الأطفال هي كبيرة لمستقبل الإمارات أو ما أدري. صوته واضح؟ عادة صوتك مش واضح، ما أقدر أسمع بشكل. قلت بيخ بتسمعني خير. الشبكة ضعيفة عادل، سامحني عادل، ما أقدر أضيع وقت البرنامج أكثر من شي. سامحني سامحني عادل، لأن أحاول نتواصل معاك من البداية ومو بقادر يعني، ولما طلع بعد صوته اتصلي في تحت الهواء، حاولي تاخذين الموضوع ماله بالضبط شو هو وبقوله إن شاء الله. الدكتور محمد الرضا معانا ولا؟ زين عادل، طرش لنا المقترح على الرسائل النصيه وان شاء الله نتواصل معكم. ممكن تتواصلون فيني تحت الهواء، ما عليكم امر ان شاء الله. رسائل البث المباشر يا اخوان ممكن بس تاجلونها لباكر على وقت البرنامج، برنامج البث المباشر. الحين نحن في صحه وسعاده، وبما ان نحن نتحدث عن الصحه والسعاده، عندنا الدكتور محمد الرضا مدير مكتب اداره المشاريع، اللي دائما ما يدخل السعاده علينا بمداخلاته. هيئه الصحه يعني خلال الشهرين الماضيين شهدت تحول مهم في تاريخها بعد اعتماد القانون الجديد للهيئه وهيكلها التنظيمي. هذا التحول صاحب العديد من التغيرات في الفكر المؤسسي. هذا الموضوع اللي يعني انتبهت له الهيئة بشكل مبكر، واشتغلت على اختيار مجموعة متخصصة من موظفينها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم عشان يكونون نواة لما يعرف بإدارة التغيير. إدارة التغيير موضوع بتطرح الهيئة باكر إن شاء الله في المنتدى المؤسسي اللي يعقد بشكل دوري، وهو ما يعني بيدور حوله معظم المواضيع المطروحة من خلال هذا المنتدى. صبحك الله بالخير دكتور. بالنور والسرور يا بيوسف. دكتور، إدارة التغيير وأهميتها في ظل التحولات المهمة اللي بتشهدها هيئة الصحة بدبي الآن، يا ليت تعطينا نبذة وكيف تم اختيار نواة قادة التغيير في الهيئة؟ بإذن الله. طبعاً باكر عندنا تخرج لـ 48 موظف من هيئة الصحة بدبي في برنامج أوتاد. برنامج أوتاد إذا تذكر بيوسف أطلقناه قبل ما يقارب 6 أشهر، يعنى بشقين. أول شق هو إدارة المشاريع، وثاني شق هو إدارة التغيير اللي هو باكر.
إدارة المشاريع أتوقع هي واضحة للجميع، اللي هي تسمى البروجكت مانجمنت أيضا، اللي هو مشروع كيف تبتدي، كيف تحط ميزانياته، وكيف تلتزم بجدوله، وكيف تعمل الدليفري أو تسليم المشروع على الوقت المحدد له، وبالتالي يتم اختيار الأشخاص المناسبين له. هذا مدراء المشاريع أو إدارة المشاريع. أما إدارة التغيير فهي شوية تدخل في جزء من إدارة المشاريع، ولكن مناطة أكثر بأن كيف أنت تعمل تحدي اللي موجود أمامك. مثال، أنت اليوم عندك السيستم ماشي أو النظام ماشي في المستشفى بهذه الطريقة، طيب كيف أنا أتحدى هذا النظام هذا الموجود اللي هو من 5 سنوات 10 سنوات 30 سنة وأقول أنا بغيره؟ وأنا أول شيء لازم أتقبل التغيير، هذا أول خطوة. ثاني خطوة، طيب كيف أعد الخطوات اللي هي بتأخذني من نقطة ألف إلى نقطة ياء، وأعملها ميزانيتها، وقتها، اختيار الأشخاص المناسبين لها، وبالتالي أيضا أنظر إلى مشروع التغيير كمشروع بحث له أولوياته، أبجدياته، ميزانياته المعتمدة، اعتماداته المرفقة معه، على أساس أن نحن نوصل لهذا الشيء. طبعا في بعض الأخوة يقول لك change management أو إدارة التغيير اللي هو علم أكثر ما هو تنظير أكثر ما هو يطبق. نحن اليوم في هيئة الصحة بنثبت عكس ذلك، أن هذا علم يطبق. طبعا ما يخفى على السادة المستمعين وعلى عليك أبو يوسف أن نحن في 2016 تم إطلاق استراتيجية الصحة بدبي 2021 من قبل القيادة العليا، والحمد لله اليوم في 2018 أقدر أقول قطعنا شوط كبير في تنفيذ هذه الاستراتيجية. ولكن وين وصلنا اليوم؟ طبعا قبل الصيف تم إعلان الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة. وين عقبنا عقب هذا الشيء؟ وين الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أن نحن يجب أن يتم ترتيب الأشخاص بطريقة معينة تماشيا مع الاستراتيجية أو الهيكل التنظيمي، ولكن حتى الأشخاص اللي موجودين داخل الهيكل التنظيمي يجب أن عندهم قابلية التغيير وإدارة التغيير، لأن ما بنوقف نحن بس عند الهيكل، لا بالعكس الهيكل هو البداية وبالتالي الشغل أمامنا. صحيح. طيب، وبالتالي إعداد الشباب في برنامج أوتاد يعتبر نواة لهذا التغيير. جميل. المنتدى أهم المحاور اللي بيطرحها، يعني هل هي كلها منصبة في إدارة التغيير ولا في محاور أخرى أو أهداف معينة تبون تحققونها من خلال هذا المنتدى دكتور؟ والله بناخذكم في الرحلة هذه، رحلة إدارة التغيير اللي هي ابتدت قبل سنة بالتحديد بطلب من معالي مدير عام هيئة الصحة معالي حميد القطامي بأن نحن ندرب 50 شخص على إدارة التغيير، وباشر بيكون تخرجهم. هذه المفاجأة اللي نحن ما خبرنا حد بها. خلاص يعني كلهم عرفوا. على حصري لك أنت ويوسف. جزاك الله خير. إن باشر بيكون تخرج الشباب من برنامج أوتاد ما يقارب 50 متدرب أنهوا تدريبهم على أوتاد إدارة التغيير غدا، وبنفس الوقت بيتم الإعلان عن إطار التحول أو إطار إدارة التغيير اللي تم صياغة الهيئة الصحة بالتحديد، ويمكن هذا من أوائل الأطر اللي تصاغ فقط للصحة في العالم. فنحن إن شاء الله بيكون لنا سبق عالمي في هذا الموضوع. طبعا لازم نوثقه بطريقة معينة، لازم نحفظ الحقوق الملكية لهيئة الصحة أيضا ولحكومة دبي، وبالتالي يتم الإعلان عنه حصريا أن هذا هو أول إطار تحول أو إدارة تغيير متخصص في الصحة فقط. فهذا إن شاء الله باكر بيكون محور حديثنا، وبيكون عندنا أيضا متحدث في هذا المجال، وبيكون بحضور معالي حميد قطامي مدير عام هيئة الصحة لتخرج الشباب من برنامج أوتاد إدارة التغيير. جميل. نحن نتمنى لكم التوفيق الدائم دكتور، وإن شاء الله يعني التغيير يعني هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة يقولون عنه. صحيح. صحيح. ثابت. التغيير هو شيء ثابت. صحيح. إيه. لماذا؟ لأن دائما الإنسان اللي قادر أن يتعامل مع المتغيرات اللي تطرأ عليه في حياته بيكون إنسان ناجح بشكل كبير، وأيضا قادر على أن يحقق أهدافه مهما كانت التحديات ومهما كانت ما بقول المشاكل، لأن دائما اللي عنده مفهوم التغيير في مخه
يشوف هذه التحديات وهذه المشاكل هي فرص للتحسين دائما، مش هي مشكلة قدامه. فعشان كذا نحن نتمنى لكم التوفيق. موضوع جدا مهم، عملية غرس مثل هذه المفاهيم عند القيادة لابد أن تأتي يعني إن شاء الله بالنفع على جميع جوانب الهيئة. نحن شاكرين لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. العافية أبو يوسف. شكرا شكرا. إذن كان معنا الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي. كان نتحدث عن إدارة التغيير في الهيئة، وباكر إن شاء الله عندهم كذلك منتدى كامل بيطرح هذا الموضوع. مثل ما قال، عندنا 50 قائد يعني خضعوا لمفاهيم إدارة التغيير، وباكر بيخرجونهم ضمن يعني واحدة من الكثير من البرامج اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال. طيب نطلع فاصل مستمعينا. قبل الفاصل بس أذكر بأن مستشفى دبي يعني أعيد وأكرر هذا الموضوع، لأن الموضوع موجه لكم مستمعينا، وتعاونكم في هذا الموضوع أكيد يعني بيصب بشكل جيد على يعني سير العمل، والناس يعني هناك يحاولون أنهم يوفرون لكم البدائل اللي أنتم تحتاجونها. مستشفى دبي يقولون نظرا لقيام المستشفى ببعض المشاريع الإنشائية التوسعية داخل حرم المستشفى التي تتضمن مبنى للعيادات الخارجية ومبنى آخر مواقف متعددة الطوابق، وسعيا من المستشفى للتسهيل على المرضى والمراجعين ولتأمين سبل الراحة لهم، قامت إدارة المستشفى بتخصيص بعض الأماكن البديلة كمواقف للسيارات. لذا نرجو التعاون وسعة الصدر من الجميع لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات اللي بتعود إن شاء الله بالنفع الكبير على الجميع مستقبلا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طيب في عندنا بعض الأشخاص طالبين أن نتصل فيهم، وأنا أعتقد سبحان الله نحن ما ندق لكم تليفون، لكن إن شاء الله تكون الرسائل خاصة ببرنامج صحة وسعادة، لأن تضيعون علينا وجهد ووقت إخواني يعني إذا عندكم أي موضوع يخص البث المباشر. طيب اليوم يوم المسن العالمي، انزين، وهيئة الصحة بدبي مستمعينا دائما تخطو خطوات حثيثة وتهتم بشكل كبير بتوفير المزيد من الخدمات الطبية والرعاية المتكاملة لكبار السن، سواء عن طريق مركز متخصص للعناية فيهم وهو مركز سعادة كبار السن، أو مجموعة مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في ربوع دبي، اللي يعني إلى جانب مجموعة الخدمات الشاملة اللي تقدمها مستشفيات هيئة الصحة بدبي ومراكزها الصحية التخصصية، وأيضا الخدمات الصحية المتنوعة اللي تقدمها الهيئة للمسنين في منازلهم. نحن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين نخصص هذه الفقرة للحديث عن هذا الموضوع. معايا عبر الهاتف الدكتورة أمل الجزيري، استشاري ورئيس كبار شعبة كبار السن في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة، وأنت أنا أعرف المفروض تكوني عندنا في الاستوديو، ولكن حد صار تقصير من عندنا، نحن سامحين عليه، لكن صبحت الله بالنور بالنور والسرور. دكتورة يعني اليوم نتكلم عن يوم المسن، خلينا نحتفي بهذا اليوم، وأيضا أثر هذا الاحتفاء على نفوس كبار السن. في البداية طبعا حبيت أعرف باليوم العالمي لكبار السن. هو اليوم الأول من أكتوبر، طبعا تم تحديدها اليوم من قبل الأمم المتحدة عبر تصويت في سنة 1990، حددوا أن 1 أكتوبر بيكون هو اليوم العالمي لكبار السن. طبعا أول احتفالية كانت في سنة 1991، يعني إحنا الحين نحتفل بالرقم 27 من هالاحتفالية. طبعا كان الهدف من تحديد يوم أن يحتفلون بكبار السن أن
يعرفون المجتمع بمشاكل كبار السن، سواء كانت هاي المشاكل مشاكل صحية أو حتى مشاكل اجتماعية. وأن المجتمع يهتم أنه يضع حلول لهالمشاكل، والهدف الأساسي من وضع هالحلول للمشاكل أني أنا أحسن من جودة حياة كبار السن، أنهم يعيشون حياة يعني سعيدة ومريحة وجودة حياة عالية. جميل. طيب. طبعا احنا في شعبة كبار السن اليوم حبينا ان احنا نسوي احتفالية بهالمناسبة، فعندنا محاضرة، المفروض كانت في محاضرة الساعة 9، المحاضرة كانت مفتوحة يعني، والتارجت جروب اللي احنا كنا محددينهم هم اهالي المرضى، يعني عيال المرضى، على اساس ان احنا نوعيهم بعلامات معينة، يعني مثل ما يقول alarming signs أو symptom، إذا هم شافوها بيعرفون إن مثلا هالمسن محتاج استشارة طبية. يعني هو جميلكم أنتم توجهتوا هالمرة إلى المرافقين مع المسنين، مرافقين المسنين تقدموا لهم هذه. فسوينا يعني إحنا أطلقنا اليوم أول ملتقى لأهالي كبار السن، وإن شاء الله هالملتقى بيتكرر، بنحاول نكرره يعني ما بين فترة وفترة، وبنعلن عنه قبل. جميل. اليوم خبرونا بعد قبلها عشان نحن بعد نعلن عنها، عن الموضوع، نبغي مشاركة أكبر عدد من المجتمع أنهم يدخلوا مثل هذه الدورات. طيب شو اللي بيحصلونه في هذه الدورة؟ كيف راح ترتبونها؟ أو إذا إنصح التعبير سميتها دورة، ما أدري هي ملتقى وورشة ما أعرف شو. هي مثل دورة تعليمية بس. نعم. إحنا سميناها كأول ملتقى. فإحنا حددنا فيه ثلاث محاور بنتكلم فيها. المحور الأول اللي هو نعرف الناس شو يعني طبيب المسنين، يعني إحنا حاليا حتى بتلاحظ أن في أطباء ما يعرفون شو يعني طب المسنين، فما بالك بالمجتمع. فنبغي ننشر وعي شو أهمية طبيب المسنين، ومنو هو طبيب المسنين، وشو دوره، وشو الفرق ما بينه وبين مثلا باقي التخصصات. هذا المحور الأول اللي بنتكلم فيه في المحاضرة. المحور الثاني بيكون اللي هي مثل ما ذكرت، اللي هي بعض العلامات اللي إنه لو شفتها في كبير السن معناته إنه هو مثلا محتاج استشارة طبية، لأن في وايد من علامات مثلا ممكن يتعرض لها كبير السن، الناس يتحرون إن هاي علامات عادية مع كبار السن، بس هي في الواقع يعني أعراض لأمراض معينة محتاجة تدخل طبي. جميل. طيب. المحور الثالث اللي هو بيكون تعريفهم بالخدمات اللي موجودة عندنا في هيئة الصحة. ممتاز. أنا هذه الخدمات بتكلم معك عنها دكتورة أمل، بس أنا معاي على الخط بعد كذلك في جانب آخر من جوانب هيئة الصحة، في عندنا مركز كذلك متميز في خدمات كبار السن، مركز سعادة كبار السن. معايا الدكتورة سلوى السويدي، صبحت الله بالخير دكتورة. نتحدث عن هذا اليوم الجميل، يوم الاحتفاء بالمسنين، يوم عالمي. خبرينا وش شو عندكم في المركز، وشو اللي تسوونه باحتفاء بهذا اليوم؟ طبعا ما شاء الله مركزنا اليوم زحمة، السلام عليكم أولا. اليوم العالمي لكبار السن اللي هو 1 أكتوبر من كل عام، هو أحد مناسبات سنوية أو أعياد الأمم المتحدة. الهدف منه طبعا هو إبراز كبار السن، دور كبار السن في المجتمع، ورفع نسبة الوعي بالتحديات اللي تواجه كبار السن. يمكن احنا في الإمارات ما عندنا تحديات، بالعكس عندنا تقدير واعتزاز واحترام لهالفئة، وهذا الشيء اللي احنا نحاول نحن نسويه عن طريق مركز سعادة كبار السن، دم كبار السن في المجتمع. ما شاء الله طالع عندنا اليوم عامرة بشرطة دبي، قسم أمن المواصلات أو إدارة أمن المواصلات. الشباب الشرطة كلهم جالسين مع كبار السن يستمعون لأحاديث، بصراحة يعني ما كان هين علي أقطعها وأي أتكلم. قاعدة سامحي بصراحة في منتهى الروعة، شغلات أنا أول مرة أسمعها على دبي، هيستوري وتاريخ. جميل. فعلا هاي مناسبات حلوة أن الواحد يقعد مع كبار السن ويستفيد منهم. جميل. أنا أتحدث عن نمطين من الخدمات اللي تقدمها الهيئة في مركز كبار سعادة كبار السن، وأيضا عندنا مع الدكتورة أمل. دكتورة، أنتم تقدمون خدمات جميلة جدا من خلال شعبة كبار السن. خليني بس أتكلم عن هذه الخدمات على السريع دكتورة. شو اللي تقدمون للهيئة للمسنين؟ أنا أعرف أنكم تتوجهون إلى منازل المسنين، وأيضا في توجه عند الهيئة للتوسع في هذه الخدمات.
هي طبعا احنا بالنسبه خدماتنا لكبار السن احنا نغطي مختلف المستويات من الرعايه، سواء كانت رعايه حاده او رعايه طويله الامد او حتى اللي هي الرعايه العاديه اليوميه عن طريق العيادات. فاحنا عندنا عيادات كبار السن، عندنا 5 عيادات في 5 مراكز صحيه، اللي هي الصفا والمنزر وند الحمر والخوانيج وند الشباب. وعندنا عيادات تخصصيه لكبار السن اللي هي مثل عياده هشاشه العظام، موجودة في البرشة وفي المنزر. وعندنا عيادة الذاكرة وخرف الشيخوخة، بس مختصة بعلاج حالات الألزهايمر وحالات اللي هو ضعف الذاكرة. وعندنا بعد عيادة التأهيل والسقوط المتكرر. ها بالنسبة للعيادات، عندنا طبعا خدمات الزيارات المنزلية مثل ما تفضلت. وإحنا الخدمات السيارة المنزلية نقدمها حق الناس اللي هم عاجزين إنهم يجون أو يصلوا للمراكز، فنقدم لهم الخدمة في البيت، يعني نفس اللي يتقدم في المركز يتم تقديمه في البيت. حاليا طبعا إحنا عندنا بندخل إن شاء الله في خدمة السيارات المنزلية اللي هو التلي هيلث، اللي هو التطبيب عن بعد. وهاي تقنية جديدة إن شاء الله بندخلها على نهاية هذا الشهر إن شاء الله. وعندنا طبعا خدمات اللي هو الرعاية الحادة في مستشفى راشد اللي هو وحدة المسنين هناك. جميل، هذه خدمات اللي تقدم من خلال شعبة كبار السن، وأيضا الخدمات اللي موجودة في الهيئة، ولكن أيضا المركز سعادة كبار السن في طبعا احنا نكمل بعض، يعني احنا بالضبط. ومركز سعادة كبار السن نكمل بعض، لأن في حالات مثلا عندنا مثل عيادة تحتاج مثلا التأهيل اللي موجود في مركز سعادة كبار السن فيتم تحويلها للمركز. خليني أتكلم مع الدكتورة سلوى عن موضوع الخدمات اللي موجودة في المركز، تفضلي دكتورة. يا هلا. طبعا خدمات مثل ما تفضل الدكتورة أمل جزيري احنا نكمل بعض أكيد، لأن احنا نقدم الخدمات خدمة الإيواء لكبار السن أو الإقامة الدائمة لكبار السن الذين ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى. في عندنا الإقامة الدائمة اللي هي خلاص المريض يتم عندنا في المركز على طول، وفي الإقامة المؤقتة في حالة لما يكون المسن عنده أهل وعنده حد يهتم فيه، لكن هذا الشخص ممكن يسافر لفترة معينة أو مشغول، أو الأهل مثلا مشغولين بشغلة معينة، ممكن يدخل المسن عندنا كرعاية مؤقتة لمدة ماكسيمم 2 شهر. بالنسبة عندنا الرعاية النهارية للمراجعين الخارجيين اللي تتضمن نفس الشيء، رعاية تمريضية ورعاية طبية وخدمات إعادة تأهيل بالمقام الأول. وعندنا فريق متميز في إعادة تأهيل الكبار السن يقدم خدمات رائعة بصراحة، عندهم نتائج مذهلة لكبار السن، بعضهم اللي دخلوا المركز على ويلتير وطلعوا يمشون. الشيء المتميز في المركز إن إحنا نقدم شغلة اسمها المينتنانس فيزيوثيرابي، أو يعني العلاج الطبيعي المستمر. يعني مثلا مقارنة بالعيادات والمستشفيات ممكن تقدم لك مثلا عدد معين من الجلسات العلاج الطبيعي وبعدها خلاص ينتهي السيشنز أو ينتهي الكورس، والمفروض إن الطبيب المريض يرجع للطبيب مرة ثانية. عندنا في المركز لأن الناس الكبار بس كلهم محتاجين علاج طبيعي، أغلبهم عندهم مشاكل في المفاصل في الركب وفي الظهر، فمحتاجين مينتنانس فيزيوثيرابي. ولاحظنا اللي هو يعني فيزيوثيرابي مستمر، ولاحظنا فعلا أن من خلال المينتنانس فيزيوثيرابي الشباب أو الشباب اللي ما شاء الله قدروا أنهم يتمتعون بصحة أفضل، ويعني تقريبا نوعا ما استقلالية، يعني بدال ما أنه يكون على ويلتير على الأقل الحين يقدر يمشي مثلا على ووكر على عكاز أو whatever. ممتاز جدا. هذه أهم خدمات المركز طبعا، رعاية تمريضية، رعاية طبية، إعادة تأهيل، وفي طبعا الجانب الآخر اللي هو الجانب الاجتماعي، الخدمات الترفيهية، الفعاليات الاجتماعية أو الأنشطة اللي تهدف إلى دمج كبار السن بالمجتمع. جميل، انا عاده ما ابغى اعطلك اكثر عن شيء، ادري بك انت تبغين ترجعين تستكملين هذا الحوار مع الشرطه وشوابنا، نحن ما ادري ساعات يضايقون لما الواحد يسميهم شواب، لان احنا لا شباب، ايه كلهم شباب، الشباب بالغلط عصبوا علي. جزاك الله خير دكتوره سلوى السويدي مدير مركز سعاده كبار السن. ارجع لك دكتوره امل، يعني قيمه واهميه طب المسنين كبيره في اي منظومه صحيه في العالم. هني أنت ذكرتي العديد من الخدمات اللي تقدمونها، ولكن
ايضا في بدايه الحوار تطرقتي ان في ناس يعني مو بعارفين اهميه طب المسنين، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع شويه بشكل اكبر، شو هي الاهميه والقيمه اللي تسعولها انتم من خلال هذا التخصص؟ هو طبعا طب المسنين يختلف عن باقي التخصصات في شيء معين، مثلا باقي التخصصات ممكن يركزون على عضو واحد، مثلا تخصص امراض القلب بيركز طبيب القلب على القلب فقط، مثلا صحيح. امراض الصدرية بيركز على الصدر فقط، صحيح. وهكذا. بس احنا بالنسبه لنا طب المسنين لا، نركز على المريض ككل. فاذا مثلا دخل عندنا المريض على سبيل المثال مثلا مستشفى راشد، عنده حاله مثلا حرجه او حاله حاده، يتم معالجه الحاله هاي الحرجه، بالاضافه الى نحن نطالع كل الأشياء الثانية اللي موجودة فيه، يعني مثلا النواحي الذهنية عند المريض، النواحي حتى النفسية، النواحي حتى الاجتماعية نتطرق لها، يعني نفحص المريض بصورة شاملة، ونتطرق مثل ما ذكرت للجوانب الثانية حتى الاجتماعية، حتى مثلا وضعه في البيت كيف، الانفايرومنت في البيت كيف، كل الأشياء تهمنا في علاج المريض. جميل. يعني مثلا ممكن المريض مثلا عنده مثلا تكرم مثلا الحمامات، يعني محتاجه مثلا تهيئه معينه عشان يقدر مثلا انه يستخدمها بصوره سليمه، انه مثلا ما يطيح ويتزحلق في البيت، محتاج بعض التغيرات اللي تتسوى في البيت، فطبعا لازم نتطرق له. كعلاج قلت لك مثلا ممكن يدخل المريض مثلا يقول لي اهله انه مثلا ما يمشي من فتره، يطلع مثلا انه عنده مشكله تخليه مثلا ما يمشي، فاذا مثلا احنا عالجنا هاي المشكله المريض بيرجع مثلا يمشي. فنتطرق للمريض مثل ما ذكرت بصوره شموليه، نعالج كل النواحي اللي فيه، كل المشاكل اللي عنده، نحط قائمه من المشاكل ونبتدي نحل المشاكل، يعني مشكله مشكله. طيب. لين ما انا احسن من جوده حياه المريض. دكتور شوي انا برجع وياك ورا بالسنين، انزين يعني قبل الواحد يدخل مرحله الشيخوخه، ما يعني حد عرف مرحله الشيخوخه انه بعد 60، وحد يقول لا انه ممكن توصل بعد، ابغى اوصل شويه قبل، الواحد كيف يهيئ نفسه علشان يدخل هذه المرحلة بشكل صحي بشكل جيد، وأنه يعني قادر أنه يقي نفسه من العديد من الأمراض؟ هو طبعا حاليا هو أكيد طبعا كتحديد العمر بالرقم اللي هو 60 سنة، فما 65 سنة عالميا فما فوق، وإحنا عندنا في الإمارات 60 سنة لأن حددوه بسنة التقاعد. بس هو حاليا العالم يتكلم أنه ما في سن محدد للشيخوخة. هو دام ان الشخص قادر انه يعني له دور في المجتمع وفعال واكتف ونشيط، فهذا ما نعتبره من كبار السن، يعني هو يمكن كبر في العمر بس ما 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 يعني ما نعتبره انه دخل مرحله الشيخوخه. دخل مرحله الشيخوخه، وطبعا في امثله يعني جدا كبيره، نشوف مثلا يمكن يعني ناس في المجتمع يمكن وصلوا عمر كبير لكن استلهم اكتف ويعطون وعندهم نشاط يمكن اكثر من الناس الاصغر سنا. صحيح. هو حاليا ما نربط احنا الشيخوخه بعمر، هذا اولا. طبعا كيف اني انا احافظ على نفسي؟ طبعا هذا لازم يكون من الصغر الانسان يهتم بنفسه، سواء كان بالاكل او حتى بالرياضه، يعني ممارسة الرياضة جدا مهمة، وهاي يمكن اللي يهملها كثير من الناس. صح. فالرياضة والنشاط البدني جدا فعال. طبعا الوقاية من الأمراض، هالشيء بعد جدا مهم، إن الوقاية من الأمراض معناته إني أنا بقي نفسي من أن يحصل لي عقب عجز، يعني مثلا الحين أمراض السكر، مثلا مريض السكر مثلا إذا ما اهتم بنفسه ممكن يوصل يوم من الأيام لمرحلة العجز، إن حتى ما يقدر يعني يتحرك. صح. أو يمشي لأنه تستوي له مضاعفات. اي لا بيسحب على باقي اعضاء الجسم. اي هي اثر على باقي. طيب. فالوقايه من الامراض بعد هذا طبعا له دور كبير. جميل. دكتور انا قبل لا اختم معاك ابغي كلمه اخيره، وهذه الكلمه ابغيها يعني تتطرق الى المسن. انا كيف ممكن اتعامل مع كبير السن عندي في البيت؟ كيف اعرف ان هذا الشخص يعاني من مشكله؟ وايضا كلمه تبغي توجهينها للمجتمع في هذا الموضوع. طبعا كبير السن انا ما بعامله معامله خاصه، يعني كبير السن المفروض ان انا اعاملك معامله عاديه، الا اذا طبعا كان فيه مشكله معينه ممكن انا اتعامل مع المشكله. ساعات هذه. يعطيني مؤشرات دكتور انه ممكن عنده اكتئاب، عنده شيء او متضايق من شيء؟ هي طبعا اذا كانت في اي مؤشرات، يعني هو الطبيعي ان الانسان لازم
يكون يعني كل ما كبر في العمر يكون إنسان طبيعي يقدر يسوي نشاطه بصورة طبيعية. لكن إذا أنا شفت أي تغيرات يعني خاصة يعني عيال المرضى إذا شافوا أي تغيرات على أهلهم مثلا المفروض أنهم يستشيرون الطبيب، يعني ما يعتبرون أن هاي العلامة ممكن تكون عشان هو كبر في السن، لا المفروض الإنسان يكبر في السن ويكبر وهو نشيط ويعني إنسان عادي سليم. لكن إذا كان في أي مشكلة المفروض أنهم يعني يستشيرون فيها الطبيب، لأنها ممكن تكون بداية عرض لمرض معين، وطبعا الحل إذا كان من البداية يكون طبعا أفضل مما طبعا تتفاقم المشكلة وتستوي لها مضاعفات. جميل، نحن شاكرين لك دكتورة أمل الجزيري يعني، وسامحينا على اللي صار اليوم، نعتذر لك على الهوى لأن كان مفروض تكوني معنا في الاستوديو لكن صار من عندنا. إن شاء الله في المرات الجاية إن شاء الله، ونحن خسرناك أصلا في الاستوديو. والله المكتب مكتب طال عمرك. دكتورة أمل الجزيري استشاري ورئيس شعبة كبار السن في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. كنا نحتفي مستمعينا بيوم المسن العالمي، العديد من الفعاليات التي تقام في هذا المجال. أيضا أنا أضم صوتي لصوت الدكتورة أمل، توجهوا إلى مركز ند الحمر دكتورة صح؟ هي ند الحمر. ند الحمر للساعة كم موجودين؟ الحين الساعة 11 فتبتدي المحاضرة الثانية، وعندنا بعد مع المحاضرة مسوين حملة. الحملة المرافقة طبعا فيها فحوصات، فحص الهشاشة، وعندنا تطعيمات، وعندنا استشارات طبية. ممتاز. أتمنى طبعا من الناس أنهم يعني يشرفونا في المركز. وموجودين للساعة كم قلتي لي دكتورة؟ لين نهاية الدوام. لين تنتين ونص. طيب توجهوا إلى مركز ند الحمر، استفيدوا من هذه المعلومات، وأيضا تحتفلون بهذا اليوم العالمي الجميل جدا واللي العالم كله يحتفل فيه اللي هو يوم كبار السن. هني أحمد يقول والله كبار السن اللي يلسوا وياهم تشرح الصدر، ومنها نتعلم منهم، ربي يحفظهم ويبارك فيهم، اللهم آمين. شكرا على هذا البرنامج الهادف، شكرا لكم. سامحوني على الرسائل ما قريتها على السريع. هني أبو برعي بس مطرش يقول الحمد لله بفضل الله وحكمة قادتنا يطول بعمارهم جميع المراكز الصحية لهيئة الصحة، ما عليهم زود، مكفين وموفين، شكرا لك. هني يقول السلام عليكم، من هم كبار السن اللي تقصدهم وشو اللي يتوفر لهم؟ أنا عندي الوالدة سرير قالوا الهيئة ما توفر لها. طيب أنا بتصل فيك لأن المسج بهذا الشكل مو بواضح كل التفاصيل فيه، ياليت كنت كلمتني على الهواء لأن في الكثير من الخدمات اللي يمكن أنت ما تعرف عنها أو ما تعرفين عنها. شو فيها ميرا، خلينا نحولها على الجروب الخاص بالملاحظات، وأيضا بيتصلون فيك وبيأخذون كل التفاصيل. طيب خلصنا، ما تعطيني 30 ثانية بس أقرأ آخر رسالة من مستشفى دبي مرة ثانية. في ما عندك شيء عقبي أنا زي. يقول نظرا لقيام المستشفى ببعض هذا إعلام المستشفى دبي، نظرا لقيام المستشفى ببعض المشاريع الإنشائية التوسعية داخل حرم المستشفى واللي تتضمن مبنى للعيادات الخارجية ومبنى مواقف متعددة الطوابق، وسعيا منا للتسهيل على المرضى والمراجعين ولتأمين سبل الراحة، قامت إدارة المستشفى بتخصيص بعض الأماكن البديلة كمواقف للسيارات. لذا نرجو التعاون وسعة الصدر من الجميع لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات اللي بتعود بالنفع الكبير مستقبلا علينا كلنا إن شاء الله. نلقاكم باكر بإذن الله حتى ذلك الوقت. يعني شكرا ميرا الغفري، شكرا ناصر السليمي، وشكرا للزميل يوسف سعد، وشكرا لجميع ضيوفنا، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.